العاصم تحية العلم. ضابط الأمن الممتاز عبد الواحد الحردار، رئيس خلية تدبير الأزمات بمنطقة أمن عين صقان. في إطار الاحتفالات ديال الذكرى التأسيسية 67 لتأسيس المديرية العامة للأمن الوطني، تم هذا الحفل بحضور السيد عامل صاحب الجلالة على عمالة عين صقان عيس ملول، كذلك أعضاء الهيئة القضائية والمنتخبة ورؤساء المصالح الخارجية بيد العمالة، كذلك جميع موظفي الشرطة، وكذلك بالنسبة لموظفي الشرطة المتقاعدين. غير جرت العادة الاحتفال أن تقام هذه الاحتفالات كل 16 ماي من كل سنة، ونحن اليوم نخلد هذه الذكرى بمقر المنطقة الأمنية لعين صقان. وكيف كتعرفوا تم سرد الحصيلة ديال التدخلات الأمنية على طول السنة، وعدد القضايا اللي مسجلة، كذلك عدد القضايا المنجزة ونسبة الإنجاز اللي كتبلغ حوالي 98.38%، كذلك بالنسبة للقضايا المسجلة اللي وصلت تل 7892، كذلك القضايا اللي هي تنجزات في واحد الظرف وجيز اللي هي 7764، بالنسبة اللي كيف ذكرت ديال 98.38%، ماشي بشيء سهل بالإضافة للعمليات الأمنية واللي كتقوم بها المصالح الأمنية سواء الدوائر الأمنية أو الشرطة القضائية أو باقي الأقسام ديال هذه المنطقة الأمنية بما فيها الاستعلامات العامة، الهيئة الحضرية وفرق المرور. الكل كيتعبأ من أجل مرور جميع المناسبات اللي كتعرفها مدينة عين صقان، بحكم هذا الإقليم كيتعتبر هو مجموعة من الأسواق اللي كتضم جميع القادمين اللي من مناطق الجنوب، كذلك من الصحراء ومن الشمال، اللي كتعرف تقريبا حوالي 120 أو 140 ألف شخص اللي كتحج يوميا لمدينة عين صقان للتبضع والتسوق. ومع ذلك فرق المرور اللي كتعمل على السيولة بجميع الملتقيات والمحاور الطرقية، كذلك بالنسبة للشرطة القضائية اللي كتقوم بحملة تطهيرية بالأسواق وبالمحيط ديالها لمحاربة السرقات، وكذا بالنسبة للفرق ديال الأمن العمومي والدوائر اللي كتقوم بحملات تمشيطية ليل نهار. هذا كل عمل كتقوم به الفرق الأمنية التابعة لهذه المنطقة الأمنية لعين صقان بما فيها كذلك المفوضية ديال الشرطة ديال عيس ملول
اللي بالدور كذلك. كما لا ننسى الشكر موصول للسيد والي أمن أكادير اللي دائما تدعم هذه المنطقة بعناصر أمنية كذلك باللوجيستيك من أجل القيام بحملات تطهيرية كذلك فرق ديال محاربة المخدرات والعصابات لاباك. هادو كلهم كيعملوا من أجل الأمن والسكينة والطمأنينة داخل هذه المدينة والنقط التابعة لها.